كابتن صلاح، هاني جود مورنينج، تمام هاو ار يو؟ خير. وين يا يحيينا؟ حداث الحلة سويت صورة؟ مزين هاي بس ما بزين. بزين الصراحة الصورة بيع دوم زين دو البيت اريد هذا. ها بيت لازم لون ابيض؟ ايه خلفية بيضة حبيبي، ما بالكن خلفية. الخلفية اللي وراك الحين، اللي وراك شو لونه هذا؟ ابيض. لا هذا اصفر، اصفر واخضر. لازم اللي وراك يكون لونه ابيض. وهذا شو الحين انت يا استاذ اتدخل؟ اي ما راوينك مشوري اليوم ابوي، انا اكلت بيض وبسطرمة على فكره. زين وهذا شو انت؟ خمير. زين وهذا شو؟ هذا ابوي غدا ريقنا ريقنا باجله. وهذه عرسيه. وهذا شو؟ ايوه وهذا خمير. في العافيه صلاح، في العافيه. اي ها ها وين صرت اليوم؟ وين جيت انت؟ ها؟ هي امال انا الخسر الحين تعرف الحين تعال 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 من وين كان صرت حق الحرمه؟ لا لا في بد... لا 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 دقتك اليوم صبح تليفون؟ ها أول. هي دقت لك؟ زين قاعد قاعد بس ليله لا حب كل يوم تصير لهم بنياس. ها لا ما بكل يوم كل يوم كل يوم سي. لا لا حبيبي ياسات الحريم وايد ما بزينه، بتصير بتلين تراك بتتفتت عظامك. يا تعال تعال يلس عدال بسولف. مليون مرحبا. مرحبا بالكينج، هلا هلا بالورد يا حبيبي، هلا بالغالي، هلا تاج راسي. جود مورنينج. فيري جود مورنينج سير، هاو ار يو؟ اي ام فاين حبيبي، كيف حالك؟ طولي بعمرك. وين ارضك؟ وين سماك؟ اشتقت لك يا اخي. تشتاق لك، العافيه حبيبي. والله وين انت بالبلاد ولا برا؟ لا في البلاد يعني الله يحفظك، في ابو ظبي، واليوم بضوي دبي. عندي شغيل صغيروني في فندق قوم حبتور اللي على الشانل. بسير اطالع شيء وبرد، هذا بيكون عندي موعد الساعة 8 تقريبا هناك ولا 7 ونص المساء. المساء اذا خلني اشوفك. انا في خاطري بعد اشوفك، ما بالله انت تبى تشوفني حبيب والله. عطنا وحدة ونسني. ونسني من الاخر ولا تحسني. وانا ويا خالد الخالدي بعد تحسني. الله يحافظك. حبيبي منور. على الله يحافظك ان شاء الله. يوم الاثنين، الاثنين هذا طيارتي الصبح الساعة 7:30 لو 8 اظني. هاي العود، العودة 380 ما شاء الله على طيران الاتحاد، بسير بها ان شاء الله جدة لندن هيثرو. بسير 10 ايام من 25 لين تاريخ 5/1 ما شاء الله. نيو يير هناك يعني. هي نيو يير وكريسمس، شو تحرنت حد هين؟ يا رك الله. تعيبني ابو محمد، تعيبني يا اخي. ضروري خلني اتلاقى وياك اليوم ان شاء الله حبيبي. على كل حال ان شاء الله، ان شاء الله لا خليت منك. من تفضى من شغلك اتصل بي، انا اكون جنيب، انا جنيب المنطقه هناك. انت تحب تمشي على ريولك لو لا؟ والله مشي ما اروي ابو محمد، ليني تعورني. يا ويلك من الله، حرام عليك، حرام حرام. الجو في منتهى الروعه. اي والله صدقني، بس مشكله انا عندي الركب في ايدك طايح متعور، فالحين امشي مره تمشي على عكاز. الف لا باس عليك، لا تقول شي بي. كل هالرمز يا سحين ارمسك واسجلك. تستاهل تستاهل ابو محمد حبيبي. لا خليت منك يا الغالي، لا خليت منك. نلتقي المساء ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. والوحش صلاح هذا بعد ميلس. صلاح حبيبي صلاح سلم عليه. صلاح هاي سلم عليك الكينج. صلاح حبيبي صبحك الله بالخير ويبعي مبارك عليك الغالي. قول له سلام عليك. بعد يقول لك وبركاته. حبيبي حبيبي الله يحفظه ان شاء الله، سلم سلم علي وايد. ولدي سعيد بعد الخالدي يوم يشوفك في الاميرتس مول. اوتلت مول، اوتلت مول يقوله. اوتلت خلي يقول انا ولد خالد بسلم عليه يا اخي. الله يحفظكم. اوكي لا خليت نتلاقى ان شاء الله المسا حبيبي. ان شاء الله حبيب قلبي. زين لا خليت من اسمك حبيبي. مع السلامه. شكرا لا خليت منك الله يحفظك. لكم عاد من فوق انا اتلبس حق الصلاه. شوف هالسيارة النارية من فوق، اللون غريب والدنيا غريبة، شيء جاي النبوي. الله يحفظكم. هذا موتر أم الشيوخ، مواتر أم طحنون، شيخة مهربة خالد.
سمعت اني في خاطري لبن من لبن من لبنهم، عندهم لبن طعمه غير عن كل لبن، فيه نغمة وفيه طعم قرصة حموضة وفنان لبنهم. ما وعيت الحين الا مطرش ابوي موتر فيه طرمبات، كل طرمبة كبر يا هنا. يا العمرك طويل يا بنت خالدي، على الله يحفظك يطول بعمرك مدبجلك ويحفظ لك ان شاء الله طحنون وذريتي يا رب العالمين يبارك فيك. يلا يلا ودي سامه هناك، هتتصرفون لين الصلاة. يا ويلكم تحركتوا ساكن. ابو محمد هذا صوير خاص حقك. ها ها طالع طالع ابو محمد تقييمك. انت بتطرشون حق حد بعد شيء؟ شو تظن حد تعرف هالرجال جاي انك منو؟ ما حد. هذا ما تعرفه؟ طالعه. حيا الله صلاح، ايش حالك؟ ايش اخبارك؟ احمد بالعود رميتي. يا مرحبا، ايش حالك بشار؟ الله يسلم. كيف انت؟ ايش حالك محمد؟ الله يسلم الله يحييك. هذه على الله يحفظكم. احمد مصلي في المسجد اللي عدالنا وقال ابوي نحن سمعنا اشاعه جايكم لبن ابوي من العيد وروب، ونحن ابوي لبن تلاحق بيبدنا. قلنا ابوي ما طحت الا واجف تريا، بيبدك ابوي من اللي جاي ابوي من عند الشيخه مهربة خالد، وبيدي بدك من غدا الشيخة عوشبة تشخبوط. بعد عوشبة تشخبوط الله يطول عمرها مطرشه غدا ما شاء الله يسد الدنيا كلها. أنا عرفت هذا منو؟ ربيع خلف. تو تقول ما تعرف انت الملاك. الله يحفظكم جاي من عند الشيخة مهرة بنت خالد، بنت خالد بن سلطاني على الله يحفظها مطحنون. يا يبوي طنبة كم كبرها فلاس كم مكبرة لبن معوم ابوي بزبد، هو بزبده اللبن، وطرمبه من قير فلاس بعد عود روب، وفرض وكنيز وفراده من كل ما تشتهي النفس نزيل. واللي جاي من عند الله يحفظكم الشيخ عوش بن تشخبوط جاي هذاك الشيء اللي مناك عاد ما بر منفتحه نزيل، وياي الله يحفظكم ذبيحه على برياني ومرقوق، وفوقه على بعد ذبيح منقير ويريش وشوي بعد منقير. يا سلام سلم زين، وساقه يا الله يحفظها ويطول بعمرها، وخبيص وعصيد وهالميوين. ابوي ثرى ابوي حلوه، هذه الطاسه كم اكبرها حلوه ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد خمتها بنت شخبوط بالوصف، ويجت بالعود يتم والمه، بنحط لابوي من كل ما تشتهي النفس. هذا ابوي ييته يت على والمه. يلا يلا يبو عيان يلا. تدري بحين صلاح شو يتحمشش عليه؟ صلاح يتحمشش يبى الغداء. ها هذا هو غدا حينه. انا قلت له زخك الرادار في بنياس. بني ياس ابوي متعارف ويا عرب، وكل يوم يعزمون يدقون تيلف، وهذا شو اللي طايح بين ريوده؟ لا صلاح لا لا شوي ان شاء الله بيخلص. انت تفصل اربع من احمد اربعه. لا لا حرام عليك لا تقول شيء. وين عالك؟ لا ما يبن عال ما يعطيك العافية أبو شهاب. الله يسلمك يا أبو محمد. السلام على الوالدة كثير السلام. يبلغ عود إن شاء الله. جزاك الله خير. ها؟ ويجيج. إحنا اللي عدالكم. بس فرط حصات، فرط حصات تطيح بيتنا. أحليك يا سلام. يلا. لازم تركب السيارة بعد؟ يلا دكسل. إيه بسم الله. شوي بعد. لا لازم يركب. يلا زركب تعرف. إيه لا تتكود. يا ربي حاط عمرك في معرب. هي صلاح يوت يوت في السكان. هي تقبض السكان. هي شاطر. هي يلا بسم يلا الله.
يلا عادة. بعد بعد هي فر فر فر. ما شاء الله عليك. ما يعرف هذا حليل هذا ما يعرف. انت جزاك الله خير. يلا حاب تتكوى. صبر صبر صبر. بعد. يلا واحد اثنين يلا واحد يلا يلا. توفخ. انت تعرف انت ما تعرف. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حياك الله يا حبيبي. ارد السلام على كل من يعز عليك. الله يسلمك. الله يسر امورك. راح تعرفه هذا؟ ايه. منو هذا؟ منو هذا؟ ما تعرفه؟ لا. هذا احمد بالعود الرميسي. رميسي. ايه. تعرف لو بلاك الحين الحين انا شو مو روحك شوي شوي لحد هالغداء. ايه انت مشكور مشكور يا ابو محمد على هالغداء. يعيل لك يزود يا رب العالمين يطول عمرك يعني كسن وكل حول ان شاء الله. احنا ابو زنت الغالي ما يتني تمر عني يمين ويسار. لا ان شاء الله بيك. لا لا بييني ابو انا مره ما ابغي واسطه فلوس عندي انا. هذا تشوف ابو محمد انا عز معزه مثلكم. وش حالك وكيف انت وش حال العيال؟ الله يحفظكم. انت ابوي يا رجبله. الله يحفظك ويبارك فيك. مساكم خير ونور سرور. يعني الله يحفظكم. عندي مبوني سيرة دريشة طلقة هاي لا أقولك عندي مبونها سيرة. تعال يا توني 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 يا توني تعال تعال تعال. أقولكم عندي سيرة الله يحفظكم مبونها دبي. انزين كان عندي شغل. الشغل هذا تأجل او ان الرجال اللي انا متواعد وياه ما رامي دبي. هو موقعه كان في راس الخيمه وقال بي دبي غير هبل الحين خلاف غير هالوقت. ما الله كتب نصيب سيرتي دبي حتى متواعد والله ويا الكينج. طرشت له توني رساله كم اطولها وطرشت الاعتذار بصوت دواركا. ان شاء الله يكون فتح عاده الرساله. و ما بتستوي لي سير والله دبي لاني ورا باكر بسافر. وانا سفري يوم الاثنين. يوم انا بسافر يوم الاثنين انا تشير لي لا لفيت ولا سويت اغراضي ولا ساماني. متبي واحيلي متبي واحيلي اخدم هالدنيا كلها وراي ابوي شغلت مالها اول من تالي من كثرها. انزين فلذلك ابوي وراي حلاقه وراي صبغ وراي طحنت الزمان وراي شيء وايد. فابوي ما فيها بسيلة دبي الواحي جاي من العين واليوم اسير دبي بتاكلني العرب. تقول عن ابوه الا انت مشرج مغرب ما تقر بيتوحوني. فلذلك ابوي خنت عن سيرة سمونها هي دبي. وان شاء الله اني ما نرد بتوايه ويا الكينج. الكينج بيني وبينه رمسه واتفاقات وعندك ودونك وبتسمعون علوم عن الكينج. ما سمعتوها عند حد. علوم عند الكينج ما شيء كذا. اتفقت ويا وافق زم تقرا في ذني لين هذا منه والحمد لله نطاع. قال لي فالك طيب يا ابو محمد وما طلبت الا وجدت. وان شاء الله انها بنرمس بالشيء اللي انت تباه انا اباه في موضوع يعني. ووافق والحمد لله رب العالمين. الله سخره يعني تسخير من الله. وقريت عليه شويتين بعيد لين بعيد. وافق. وإن شاء الله من عقب ماي من لندن أني بسير عليه في دبي ولا ياني. هو تعال وترى كان موجود في أبو ظبي من كم من يوم البارحة ظني أول البارحة يغير ماية ونقامت توني طرشت له مسج شديد اللهجة لمراد. فهذا سبب سيرة أني ما برو مسير دبي الله يحفظكم. فإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين أن من أرد من لندن بسير دبي. توني يا توني توني يا توني توني يا توني توني ها ها تخيص لي خاسي هابك. وين من هن واللي خاري هذي اللي عند الباب حطوهن. هي عند الباب عند الباب. انا بربيك وين بتحطهن. شو حال الحين سمنا الدنيا كلها الدنيا كلها مسمود خلاص. هذا الحين عاد والاخص عاد الحين هذا المحمدي اللي هو الروز كل 15 يوم كل 10 ايام
ينعطى شويه كيلو كيلو وين كيلو كيلو وين وانت ماشي طول فتره الشتاء يقوى. والمحمدي اللي هي الروز كل من ابطت في الارض كل من قوه ريحته، ما بلا الحجم يكبر لا، الريحه تقوى مع يعني القدم من تبطي في الارض تبطي تغدي ريحته اخن انتاج. ومن يتعظم في الارض ويصير تصير عروقه مره تتشبص في التربه سبحانك يا رب، يغدي تغدي ريحه الورد قويه وتغدي الارض فيها عمار تحت تعيش مدة طويلة الروز سنين تاخذ يدوع. حين والله شرات شيء منهن يعني شرات يدوع اللومي هذا تشوفه والهنبة على هالمثل غادي سيقانه في الخارج، في الخارج عاد هناك عاد بلاده وداره غير اذا حصل عمار في دار الغربة، في دار الغربة حين عبارة ساير هم سير حين على بلاده ما ببلاده، هاي صبخة صبخة مستوت الدنيا ما تظهر فيها ما يظهر فيها ما يرز فيها العود الخضر يعني ترى صبخه. احلي لك يا النبت ها ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن الحمد لله. اللي تشوفه ما شاء الله حين مثلا الروز هذه اللي هي المحمدي ها شوف لي واصلت عندي يعني لين اعلى وعلى حزم يعني لين ضلوعي لين صدري من فوق، فهاي تشوفها جايينها عمار هاي يمكن الحين بنت 3 سنين، فهذه الحين تبتدي تغل ان شاء الله بترويكم وردها عقب مده يعني من اي من لندن ان شاء الله بيكون وقت الازهار من هي الحين تري قرصه البرد بتشوفهم ان شاء الله اذا الله جعلهم الحين. زين يلا تعبت فهم وياك الجيم اليوم الله يحفظكم يبند الساعه 10 وعاده كل ايام الاسبوع من 6 الصبح لين 11 في الليل الا يوم الجمعه، يوم الجمعة عفاكم الله يبند الساعة 10، فاليوم إن شاء الله بسير من وقت الساعة 8 بسير حقي واحي ليل الساعتين وبارد بشوف إن لقيت شيء سالفة عندي ولا علم ولا خبر بسولف عندكم، وما لقيت الله العالم يعني ما أقدر أشوف الجدول بيكون. شوف عنك لا لسه ما بترقد حينه ليه بجواك خالي بيني وانت ليش بك؟ لا وليش الغلط يعني ليش الغلط؟ ليش تقول لي مينون؟ لا ما ليش ليش يلا شكرا ليش الغلط يعني؟ ليش وقت لسه؟ زين وقلنا لسه وقت وتعشيت وشو كلت وشو ها؟ شربة شربة وبعد؟ هذا سوشي سوشي كت سوشي؟ يا سلام وين جايكم صلاح سوشي؟ وعطبه ما عاد ما شو ما شفته ما منو؟ هذا منو شو اسمها؟ بدا ابو عيف هذا بس هذا اعتقد ان اليوم شيء خروفه، اليوم شيء خروفه عاد ما بقصه، اتوقع ان اليوم شيء خروفه اذا الله جعل ما يخوش ما يصير الا الصبح؟ ايه انتي؟ الحين انت بس بترقد؟ ادري الحين انت بس بترقد؟ ايه سرقد باكر الصبح بتيني ايه نسيت اي حجره بترقد؟ انا شيفه لطيفه ان شاء الله حبيبي سر ما بشكرك؟ كلني اصقرها بليه يصير تتكود يحوضنا على الغزل فنقول يا نوك شليني وخبي خبي وللعين خبيبي مراويح يا سلام. سلام هناك علاجي وطبي وبات عقب الغربة مريح بمداعبة ذاك المحبي اللي فيه مجازي ملاميح سهره وكيف وذكر ربي ولين مريح لي مياريح وشربت شربة عقب غبي وريحت قلبا مبطي يريح. سلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير يا الله يحفظكم. هاي خروفه من خراريس الجدام كذا عدنها من قبل عدنها العام اعتقد له عام الاول وناس ودي الحين ضموا يداد يا غير ما سمعوها الخروفه هذه وما بمنزل على اليوتيوب وحين بخبركمها. هاي قصه الرمان المتيهيل الرمان المتيهيل
شوفوا الرمان معروف، المتيهيل اسم مركب يغير يتوه بالشخص اللي ساير يجيب الرمان هذا عشان ما يحصل شيء. الرمان معروف، متيهيل شيء مش معروف. يعني لذلك اللي يصير يدور الرمان هذا لو بيصير 100 سنة ما رح يلقطه. شو قصة الرمان المتيهيل الله يحفظكم؟ قصة الرمان المتيهيل هذه حرمة بني صغيرونة وماخذنها رجال خطف عليه نص رجال، هذا يمكن عمر بالسبعين 65، وماخذ بني صغيرة، والبني صغيرة ما بقاهرتنا ما بعلى الخاطر انزين، وكل يوم سوت عمرها مريضة كل يوم يهدت، هذا في الزمن الأولي، وكل يوم يهدت وكل يوم طاحت لها في عوق وكل يوم طاحت لها في مشكلة، كل يوم تطلب منه دواء، والله اليوم أنا أبا الشيء الفلاني موجود في البلاد الفلانية، يا بنت الحلال وين أطال شيء يجيب من البلاد الفلانية، إلا من اليمن إلا من بار فارس إلا من الحجاز إلا من عمان، وعلى هالمنوال كل يوم كل من يابلها طلب يلس يومين قالت أبا الشيء الفلاني بعد يهدت، وعلى هالمنوال كل يوم هيلة بيس، ما يمكن يلس ويا 15 سنة شافتها 5 أيام لو 10 أيام في هال15 سنة، وقزر هالسنين كلها إلا دمبك ساير دمبك ياي دمبك ساير دمبك ياي، كل هالسنين كلها يمكن يلس عنده 10 أيام لو 15 يوم، وباجي هالسنين كلها كلها في الأسفار طرنق ساير وطرنق جاي بين كل بلاد بلاد، ياخذ 3 سنين 4 سنين، هي وين ابليس مضيع عيال شهور في السير وشهور في الجي، يوم تبى ما ادري شو ويوم تبى احتبط صندل من ما ادري وين داخل صلاله، ولا يوم تبغي ما ادري شو عود حطب البان موجود في الصومال، ومقزر طول حياته الاول، ترى ما عند اللي عنده مطيه ولا اللي عنده بغل واللي عنده ناقه ولا بعير، يعني هاي اللي عندهم العرب ما شيء طياير ولا شيء سياير هاك الوقت، قوم قتل التلايا قالت لي هاك اليوم يو عتد تو جاي ما ادري شو من البلادين منبتنا، يوم يا تو بيرتاح يوم اليوم سوت عمرها ميهودة وهو يحب الأرض اللي هي تمشي عليه، يحب الأرض اللي هي تمشي عليه يعشقها عشق البلاء، وهي والله خبر خير والله ولا ملجث النبال، يسوق بعينه ودمادين عينه بعينه ودمادين عينه مسوي لها كل شيء، الخير خيرها والشر الغيرها، يا غير حمارة تروى حمارة تروى وقابضت خرفها الشويبة وما أكل شخه ومخه وكل يوم تطرشه بلاد، يوم عدها كل يوم قالت لأبوي أنا ترى ما بصاحي وأنا خاطري شيء في رمان، قال فارس طيب يوم إلا رمان لم رمان البلاد ما مزورة، قالت له لا أبا رمان يسمونه الرمان المتيهيل، الرمان المتيهيل الرمان المتيهيل وين يحصل هالرمان المتيهيل وين بيجيب الرمان المتيهيل، قالت له هذا موجود في رأس الحد، رأس الحد رأس الحد أبوي عالي صور وين تمشي بخطفن عليك لي عالين ونزوة وبهلة وعبري وعبري وضنج وتخطف وتخطف على السنينة وتخطف الدنيا هلي بال كلها، وآخر شيء تيك صور عقب ما تملح كشة راسك وتبيض عيونك خلافتيك أبوي رأس الحد، يا سلام سلم هناك بتوصلينه، أشهد إنه قال إن شاء الله، حط أبوي حطبته فوق عصاه وحط عليه إصرار وجرب فيها ماء وزاد يعني اللي سده كم من يوم، وقبض السيح وحده وهنتين، هم وين سكنتم الله يحفظكم، هم سكنتم في محضر يسمونه محضر قطوف في ليوة، قطوف في ليوة ويمشي لين آخر الدنيا المراد، قطع سيوح ويبال وبرور، يوم كمل 3 شهور لو 4 شهور وصل أبويه رأس الحد، وصل رأس الحد قبل ما يوصل رأس الحد بشوي، لأن هاي البنية الفنانة
مربوعة قو فيها قو العفاريت يا ست حطب. يلا عاد رواعي راس الحد قو العفاريت فيهن الوحدة تشل يونية العيش على كتفها. خبر خير ابوي قو العفاريت ضاريات ابوي على البنبوش وضاريات على سمك وضاريات ابوي على على خيرات الله والجو وهناك يبال وهناك بحور وما شاء الله متأقلمات وقاديات قويات الحريم العمانيات ما شاء الله هم الأساس قويات ما بيايات إنك من هاي من طحنات لا حريم عمان الحرمة عن 4 ريايل تبارك الرحمن هي القو فيهن حبن هاي متفتشات أو متخلوعات لا الحرمة عن 10 لمراد لقى طبوية الحرمة هاي سلمت عليه ها خالي شوفي خاطرك أشوفك تعبان لأن شوي بكم أبوي ما في عين قطرة الرجال هذا اسمه محين قال أنا اسمي محين أنا من محضر اسمه ينقال محضر قطوف من ليوة أنا أبوي من مكان بعيد يا ينك شوفي خاطرك قال هيا أبوي واصفين اللي هنا عندكم في راس الحد رمان اسم الرمان المتيهيل قالت له شو قصك انت عليك بالله انك تخبرني شو قصك انت جاي تعبان وياي من هالدار لين هالدار تدور رمان متيهيل شو القصة ونش وسرد عليها القصة كاملة قالها حين انا من عرس من حوالي 20-25 سنة ما يلس عندهم عيالي حتى 10 ايام وتريى ان الله يرزقني بذره ما يلس عنده حق الله يرزقني بذره بالهواء ما يستوي بالمراسله ما يستوي العيال لازم الرجال يجلس عند الحرمه تشوفه يبات يقيل ما شيء من يجي ولانه منهج ما يشفع ولا ينفع حط راسه وانطبن لين يرتاح ويغدي بخير عند بته بلاد الا من الصومال لين اريتريا لين كينيا لين طحنت الزمان ما خلت بقعه واخر اتم واتلت تلايا تراه خلت يتنبى لين صور وهنا قرب راس الحد لقط لبنيها المهم عد عليها القصة وخبرها بالبنت وبنت البنت قالت له اسمع انا الاول قلت لك انت خالي يا غير حين انت ما بخالي انا يا الله يحفظك هذاك بيتنا هذاك ابوي وهذاك امي سر واخطبني وبيجربوبك انا حين حرمه خطف علي 2 من عمر الحين عمري انا حوالي 40-45 ما يعني ريل وانا ابوي باخذ فيه ويه الله انا ابوي ما بعرس قال لها الحين قال انا ما بعرس قالت لي لا لازم كان تباني افكك من هالمصيبه اللي انت فيها لازم تعرس وتاخذني يا غير ما تدخل علي هني تدخل علي هناك في بيتك في قطوف يا رب البيت والحرم بتخليني يوصل لين قطوف أشهد أنك رب عظيم وأشهد أنها أبوي خطبها وقربوه الجماعة بات ما بات يوم عد أبوي نهار ثاني الصبح اشتلوا هي ويا يوم وحده وهنتين خطفوا على تنوف وعقبوا خطفوا على اليعالين وخطفوا على نزوة وبهلة وما خلوا بقعة وخطفوا السنين وخطفوا العين وخطفوا من فوق ما خلوا بقعة وحده وهنتين لين قبل ما يوصلون وصلوا يا الله يحفظكم على مشارف محاضر ليوة وين محضركم قالها هذاك محضرنا اسمه محضر قطوف في بري محضر قطوف وفي نقيان علاو وفيه حصون هاك الزمان وفيه بنيان وفي يعني الناس بخير يعني هبشرات باجي المحاضر قطوف من استوت الدنيا محضرهم في نخيل نخيلهم فيها عمار وماهم حلو عذب ورملتهم قيض وشتا بارده قيض ترى باجي المحاضر الله يسلمك الباجيات يرششونهم بماء ويخرسن ويبردن وقيله ولا باتوا عليهن الا قطوف رملت بارده قيض وشتا فلذلك نخلهم مرتاح وغادي كل واحد ابويه يدعهم ما يلاجون عليه والله يحفظكم ابويه
المحضر. قالت له شو اسمها حرمك؟ قال اسمها رزنة. مشت ودقت صدرها. قالت وانا بنتك يا سعدون، هي اسمها روضة بنت سعدون، وانا بنتك يا سعدون الحين بجيب لك خبرها. حرمك هاي رزنة، بجيب لك خبرها وبجيب لك العلم والخبر قدام عينك، ولك عين تنظر، بخبرك برويك وبيك العلم انها حرمك هاي سوداوي، لو ما بسوداوي وملعونة تدان ما تجلس تخليك انت ريال خطف من عليك من العمر عتية انت اللي ساير وياي ساير ياي شو تحت راسه. انا اقول لك هاي سودة ويه الحرمة وبييك العلم. قال ان شاء الله بنشوف. بربر جدام بربر جدام بربر جدام تحيدون. هو عنده هالاسرار اللي يحط فيه زاد فرشته وحطبت بحطيبات كم من صلب وحطت ابوي لفت بالحطيبات هاي لك وحطي الريل في النص وحطي على ظهرها. وينك يا بيت رزنة؟ هي وصف لها وقال هذاك البيت. يوم وصلت عند الباب ها سلام عليك عمو رزنة، سلام عليك عمو رزنة. شد هي زخت عاد الصخام هناك خاري عند الباب ومثت ويها ويتكم غادي ابدا صنقاح سنقيس سودة مرة. عمو عمو جبت لك حطيبات. قالت ان شاء الله. فتحي الباب. فتحت عليها الباب دخلت. قالت لها جبت لك عمو حطيبات. قالت هناك حطيهن الدال صريدان انا حينه جبت لك هالحطيبات يا عمو رزنة وانا حرمه غريبه ودخيل الله انا ما اريد منك بيزات ابا تعطيني تغديني. قالت صبري عاد الحين بيي عمك عمك صار يسلم على هله وحين بيي من يوصل عمك فارس طيب وحين الريل وين الريل الصدقي الريل الصدقي موقف ها مركوز راك استنى ترى بين الحطب ورابط تنة شايت عليه بتسعدون شايت عليه وخلت تنة وقف عند قرب الصريدان. يلعم يلعم مدوخ من التعب واحد ها خشم اللهم لك الحمد. ترى هالشي قالت له قالت حق الريل. قالت له بوي ترى حرمك هاي سودة وي ما تسوي هالسواية إلا سودة الوي. هو حين يسمع ويجمع. قالت عندوش مايا أنا بسير طرف الفريج بجيب رويد وشوية بصل حق غدانا وانتي تريني حينه الحين عمس دخل العم حين يرقد شوي بياخذ القيلولة قبل ما يحطون الغداء. سارت عاده العمة انت يا رزنة خلت بنت سعدون وخلت العم ريلها بحطبه ملايم ولا هاك بالخفر ابوي ترى انطبل رقد. يوم ظهرت عاد رزنة نشي ابوي بنت سعدون ما في الدميم. يوم حادث ينخر ينخر نشوي بطلت الحطي الاصرار عن الحطب وظهرت الريل. قالت له ما قلت لك ان حرمك سوداوي لكن ها نحن هالبعير هاي داخل والله انقبضنا لي شايلنا مشايل البلاء لكن انا عندي لك بصره وياه لكن الحين حرمت حاطه قرب الصريدان قويري هالكبير في دهينه والدهنه حار تطبخ. يا ابوي بركوا على صدره وصبوا الدهنه في خنفرته وتيبس قداك هالنمونه تيبس مكان. تعاونت بنت سعدون ويا الريل وبركوا على صدر الريال وصبوا الدهنه في اعطوها له في خشمه وتيبس وما تبحينه ونشي ابوي وشل الريل ريلها وربطي ورديه مكانه وين وقفتنا قرب الصريدان. يت رزنة غرفي الغداء غرفت عاد الحليل هاي الخويد من هالغداء. وعي عمك وعي خلي بنتغدى ضربة. قالت ان شاء الله ترى حين انت يا بتسعدون تدري ان الريال مات شو بتسوي عاده هي. قالت له عمو وعيت ما يطيعينش.
قالت لا 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 كيف ما بينش هذا حيد لبه تدبي نملع الدار راسه عفد. سارت توعي قم قم يا ابو عيالي قم يا ابو عيالي قم ابوي ولن ابوي من صيد امس تباغ مربها لي خالجنها لحقي علي لحقي علي عمك مات عمك مات قالت نشت عيها تباغ مربها لي خالجنها يا فضايحنا ويا لومنا كيف اني انا طوني اول مره اطيح عليكم البيت ويموت ريلك وانا في عنب ولهالدرجه انا مقرود قالت هات سكتي لا تصارخين هذا ابوك ما بريلي هذا ابوي هلكيت 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 السالفه وانا ريلي ساير يدور لي الرمال متيهيل وريلي ريال في خير لكن انا سوداوي وهذه فعلتي وهاي تركتي لكن ابوك استاهل اللي يعني يلومي شو بسوي قالت افعليك افعليك يا رزنه ما يحتاج تفكرين ولا تفكرين ولا تتعبين الشورب وي عندي والراي السديد عندي والراي الفنان عندي انا عندي البصره صبري خلي يدني المغرب خلي يظلم الوقت وانا بخبرك شو بتسوي قلت لها ان شاء الله هايك انت يا بنت سعدون ام الدواهي ايه عيتنكم ابوي من بلادنا هناك محنكه ما شاء الله عليها تختن ابليس والداوي ذكاء فيها وهذه فقير بايا ناقه الله وسقياها نشت ابوي قالت لها سمعي انت تحبين لهالكثر قالت ابوكم اروح الريال كلها خيل اروح الريال اللي في الدنيا كلها خيل وريحه هذا اللي تشوفينه ما في العين شيء اروح يا ابوكم زعفران ودهن عود ودهن ورد هذا اللي ما يسوى شاف طعام خنفرته هالمنين عندك دهن عود ودهن ورد وزعفران قالت له هي نعم قالت اي لحين من يظلم الوقت نحن بنفك عمارنا منه قبل ما حد يدري بنا ويدورون اهله وعقب بيوم بيعرفون ان عندك وبنتوهق انا وانت لكن انت الحين لازم تلحين مايه من يدنا المغرب بنشلها انا وانت حطت ابوي عقب المغرب ظهرت اللواد من المسايد وساروا قرب البري بربر بري قرب البري وصلوا هناك ابوي قرب البري هي عاده انت يا بنت سعدون حطتها على ظهرها قولكم قفول عقب العفاريت فيها شلوه جلبوه عقوه هناك على الصنية تبى تصير عاد بتسعدون ويا رزنة بيردون البيت قالت لها بتسعدون قالت لها لا يا رزنة انت تقولين تحبينه كيف بتحبينه وبتودرينه حين ما بتقبضين شيء فيه من ريحته انت تحب قالت هي والله صدقك شو اسوي قالت ابوي يزر اذني عندها هناك هاي ساعة سكين قصوا اللذن قالت شو اسوي بها؟ قالت حطيها في مجنع الشيله. في مجنع شيله تحطيه. حطي الاذنين المبشوط الميزوره هذه. برد البيت. يوم ردوا البيت لان ثيابهن وتعدلن وتزينن انت يا بنت سعدون جلست في البيت. قالت لها وانا ما برايمه الحين الناس كلها ياس تصيح تخبروا عنه. تخبروا هل وين تخبروا تموا يتخبرون ساير وياي. وين 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 يوم ساروا لقطوا ابوي ميت هناك عند البري والناس ابوي متيام اهله وخواته وبني عم يصيحون يصبعون عمارهم ويصيحون ولدهم ميت قالت له الحين كل العرب تصيح هناك وانت جالسه هني قالت له شو اسوي قالت تصير يصيح هناك حالك من حالهم انت ما تحبينه قالت له الله احبه وريلك الاصلي قالت يهبي العين ما شافته عويد لا عاد ورد اللمبتت كل واحد منه من مشاهد ويه هالشيبة النخلة أنا بودر هذا يمشي على زنده التيس ويتلفت وبطالع هذاك متدهول لا والله لها بنت سعدون أنا شور عليك سيري وصيحي حارج حالي يصيحون لين يخف الوله اللي فيك حق عقب ترومين تعيشين عيشك الطبيعية قالت لها إن شاء الله قالت لها سيري ويلسي وين يصيحون ودخلي بين الحريم لفي عمرك بشيلتك وبعلمك وخبرتك وصيحي وقولي ايه ايه انا ام المناكر والمناكر معي وليها بمصدقني ينفض مجنعي انا ام المناكر والمناكر معي وليها بمصدقني ينفض مجنعي لا اله الا الله الناس تصيح صياح عادي وهاي صياح مخالف أنا من المناكر والمناكر معي وليها بمصدقني ينفض مجنعي قال أبوي هالحرمة شي تحت رأسه
ادفرنها الحرمات ويقبض ابوي مجنع شيلته. ويوم فتشن المجنع ولن اثنين الخال مقطوعات وحطوطات في مجنع شيلته. هنا هنتي يا رزنه يا سودة هالويه الخبيله ترمسي الرمسه ما تعرفين ايش معناها. حد يصير يصيح ويقول ترى هي ما فضلت حق المعنى. نشى ابوي هل هاي الساعه هل الصحيب هذا ودبغوها دبغ صابر في الكويت على راس لين دوخت وماتت العداله ودكوهم بثنينتهم هناك عدال على الصينيه ودفنوهم هناك واستوت دفنتهم على الصينيه هاي الزباله الصينيه عن كتره. انزين وابوي نشت ابوي هاي شي بنت سعدون فتحت الاصرار عن الريل وعاشت ابوي بتسعدون بثبات ونبات وخلفه وصبيان وبنات وبتساعدت وياك الشويبة والله رزقهم الذرية وعاشوا بخير وسهالة. وتوتة توتة انتهت الحتوتة يلا تصبحنا على خير. خفيفة وزينة وما بطويلة وايد. يلا أقولكم ترى باكر يوم اللا لا تقولوا ما قلنا لكم بكرة يوم اللا خلاص حين كم من يوم وانا سمتم وحدة إن شاء الله برمس وياكم يوم اللحد ويوم الاثنين تراني مسافر اذا الله جعلنا من الحيين. برمس وياكم يوم الاحد وبرمس وياكم يوم الاثنين. يوم الاثنين بعد متى بي واحد طيارتي الساعه 8 الصبح فان شاء الله انه بنعرف بس ما نطالع شو اللي يستوي. يلا تصبحون على خير.